اهلا بيكم فيديو جديد. احنا كتير قوي ما عملناش فيديوهات، والنهارده عندنا فيديو مهم جدا عن تطبيق بيخليك تنزل تطبيقات، بس مش اي تطبيقات. التطبيقات اللي التطبيق دوت بيخليك تنزلها هي تطبيقات مدفوعه، يعني تطبيقات مش مجانيه، ولكن في اوقات في السنه بتبقى مجانيه او ليها تواريخ معينه بتبقى مجانيه. فانت لما بتنزل التطبيق دوت هو بيعرف الاوقات ديت وبيعرضها لك في سيكشن عشان يقول لك على الميعاد اللي تنزلها فيه من غير ما تدفع فيها فلوس. التطبيق مهم جدا ومتقسم، ولما نزلته شورت ناس كتير قوي اهتمت بيه، فخلينا ننزله النهارده على اليوتيوب. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل، وهتلاقي كمان في الديسكربشن الانستجرام. لو عندكم اي اسئله تكتب لي في الكومنتات ايه اكتر تطبيق مدفوع انت شايف ان هو يستحق الفلوس اللي انت هتدفعها فيه. وخلينا ندخل في الفيديو على طول. طيب يا جماعه، الموضوع بسيط جدا. احنا بنفتح الاب ستور وبندوس على اب ريفن، مش بندوس، بنكتب اب ريفن. هو كتب سو ريفن، فاحنا هنصلحها اي بي بي وندوس له سيرش. هو الابلكيشن اللي قدامنا ده اهو الاسم، عشان انت لو مش لاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن او في الكومنت هندوس له اوبن. هنلاقي ان التطبيق متقسم حاجات كتير. هنا تحت خالص مكتوب فيها ان انت تعمل حساب عليه، ومش شرط خالص تعمل حساب. وهنا السيتنج بتاعته ان انت عايز تعمله باسورد، عايز تعمل بروفايل، هنا هتختار الدولة، كل الكلام دوت ممكن تتجاهله لو قلت له continue without login. وهنا الكومنتس والجروب اللي انت عملتها، وتحت فيه الهوم اللي هو رمز البيت ده، بيقولك انه سيل اوف ذا داي، انه الابليكيشن ده كان ب$5 والنهارده معمول عليه سيل ب$2. وهنا التطبيقات المشهورة، وهنا اللي عليها سيل كلها. لما تدوس عليها هيجيب لك كل الحاجات ديت. في سيل لدرجه ان هو ببلاش، يعني الابلكيشن ده بي اند سي ده ووتر ريمايندر ده كان ب$2 بقى ببلاش، وفي الاتش بلاير ده ببلاش كان بدولار، وهكذا. فانت بتشوف التطبيقات اللي انت شايفها مهمه بالنسبه لك. وفي نقطه مهمه، لو الابلكيشن ده انت نزلته وبقى بفلوس بعد كده خلاص، يعني انت مش هتدفع حاجه، ان انت يعتبر اشتريت الابلكيشن، اشتريته ببلاش. فانت بتقلب وبتشوف كل الحاجات دي. يعني هو عامل لك هنا كميه سيكشنز رهيبه، في ريسنتلي ابديتد، في البوبولار ارتستس، وفي التوب بيد، وفي التوب 3، كل اللي انت نفسك فيه. ودي الايقونه اللي جنبها ان انت تسيرش بقى على تطبيق معين، زي مثلا تطبيق لوما فيوجن، بس ده ما اظنش انه هتلاقيه طول الوقت عليه حاجه. وهنا برضو سيرش نفس الكونسبت، خلينا نشوف لوما فيوجن ده اشهر تطبيق ممكن تعمل عليه فيديو اديتنج على الايفون. هو مش موجود على الابلكيشن زي ما قلت لكم، مش كل الحاجات اللي انت بتدور عليها هتلاقيها، ولكن لو حبيت تدور على سيكشن معين مثلا من التطبيقات المدفوعه بتاعت تعديل الفيديوهات هتلاقي، بتاعت مش عارف ايه هتلاقي. فانت بتفتح البوبولار ديت، وديت اكتر تطبيقات ممكن تفيدك اللي هو لينك تو ويندوز وستارت بيج، كل التطبيقات اللي قدامك ديت. وبس كده، فيديو سريع جدا وهيبقى مفيد لناس كتير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل، وتكتب لي في الكومنتات ده اكتر تطبيق شايف يستحق الدفع، ولا انت شايف ان كل حاجه في منها نسخه فري ومش محتاج ان انت تدفع لاي تطبيق. واشوفكم في الفيديو.